السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تلاميذ وتلميذات الصف السادس الابتدائي، معكم مس آية رابط، مدرسة الدراسات الاجتماعية. النهاردة هناخد الدرس الأول بعنوان الموقع الجغرافي للوطن العربي. عايزين نعرف الوطن العربي، موقع الوطن العربي بالنسبة للعالم. هنقول نجيب الخريطة الأول ونعرف إن الموقع الجغرافي للوطن العربي أو الموقع الوطن العربي بالنسبة للعالم هو يعتبر في وسط قارات العالم القديم. احنا عارفين قارات العالم القديم آسيا وإفريقيا وأوروبا. الوطن العربي في قارة آسيا وفي قارة، هنا في قارة آسيا وهنا في قارة إفريقيا. لو الخريطة كبيرة شوية كنا شفنا قارة أوروبا. يبقى هنقول إن الوطن العربي في قلب العالم القديم، أو ممكن نقول إن هو في وسط قارات العالم القديم. طب احنا عايزين نعرف الوطن العربي كام دولة في الوطن العربي؟ عندنا 22 دولة في الوطن العربي مقسمين ما بين قارة إفريقيا وقارة آسيا. في قارة إفريقيا كام دولة؟ عندنا 10 دول في قارة آسيا، سوري، 10 دول في قارة إفريقيا و12 دولة في قارة آسيا. طيب ما تيجي نعد مع بعض كده، ال10 دول اللي في قارة إفريقيا كام واحدة؟ تيجي نعدهم مع بعض كده: السودان، مصر، ليبيا، تونس، الجزائر، المغرب، موريتانيا، جيبوتي، الصومال. طب يا مس احنا عدينا معاكي وطلعوا 9، هما مش انتي قلتي ان هما 10؟ اه، في دولة بعيدة شوية هنا في المحيط الهندي تعتبر دولة عربية اسمها جزر القمر، او نقول ممكن نقول عليها جزر القمر. كده يبقى 10 دول فين؟ في افريقيا. طب في قارة اسيا، قارة آسيا فيها 12 دولة: اليمن، السعودية، عمان، الإمارات، قطر، البحرين، الكويت، العراق، سوريا، الأردن، لبنان، فلسطين. طب يا بس احنا عايزين نعرف دلوقتي مساحة الوطن العربي قد إيه؟ مساحة الوطن العربي 13 مليون كيلو متر مربع. يلا مين شاطر يقول تاني؟ 13 مليون كيلو متر مربع. طب بتيجي كده نبص على حاجة هنا يا ولاد، ده اسمه البحر الأحمر. البحر الأحمر هنا ده فصل بين قارات بين بلاد آسيا وبلاد إفريقيا. يعني البحر الأحمر لو ما كانش موجود كان بلاد الوطن العربي الآسيوي كانت هتبقى لازقة في بلاد الوطن العربي الإفريقي، بس جه البحر الأحمر فصل ما بين قارات الجناح الآسيوي والجناح الإفريقي. يا ولاد ممكن سؤال تاني معلش، هو الوطن العربي مساحته قد إيه؟ شاطر، برافو عليك، يا اللي قلت ان هو مساحته 13 مليون كيلو متر مربع. وقلنا ان هو في كام دولة في الوطن العربي؟ 22 دولة. طب كام في افريقيا؟ برافو عليك، 10 في افريقيا و12 في اسيا. طب احنا عايزين نعرف دلوقتي احنا عندنا ايه اكبر دولة في الوطن العربي؟ اكبر دولة في الوطن العربي هي الجزائر، وموجودة في افريقيا. واصغر دولة في الوطن العربي هي البحرين. هي ايه؟ البحرين، وموجودة فين؟ موجودة في اسيا. طيب ده سؤال مهم هيجيلك في الامتحان او هيجيلك في الاسئلة، ما هي اكبر دولة عربية؟ هنقول الجزائر. ما هي اصغر دولة عربية؟ هنقول البحرين. طب هنروح لسؤال مهم جدا جدا، عايزين نعرف بقى حدود الوطن العربي. هنعرف ايه حدود الوطن العربي؟ اول ما نسمع كلمة حدود يعني احنا عايزين الاتجاهات بتاعتنا، اللي هي شمال، جنوب، شرق، غرب. يعني احنا عايزين نعرف الحدود الفاصل ما بين الوطن العربي هنا والبلاد اللي حواليها، ايه اللي بيفصل ما بينهم؟ هنروح الاول لجهة الشمال. جهة الشمال هنا انتوا شايفين ان ده البحر المتوسط، يبقى من جهة الشمال يفصل البحر المتوسط دول الوطن العربي عن باقي دول العالم من ناحية الشمال. طب البحر المتوسط بس؟ لا، عندنا هنا جبال اسمها جبال طوروس. اسمها ايه؟ جبال طوروس، برافو عليك. يبقى احنا عندنا في ناحية الشمال جبال طوروس والبحر الأحمر. طب في ناحية الجنوب شايفين كل المنطقة دي؟ كل المنطقة دي بنسميها الصحراء الكبرى. بنسميها ايه؟ الصحراء الكبرى. وهنا عندنا
المحيط الهندي، يبقى من الناحية الجنوبية الصحراء الكبرى والمحيط الهندي. وعندنا برضو البحر العربي، هنا في المنطقة دي عندنا البحر العربي، يبقى عندنا في الجنوب 3 حاجات بيفصلوا الوطن العربي: الصحراء الكبرى، المحيط الهندي، البحر العربي. طيب من ناحية الشرق بقى، ايه اللي بيفصل الوطن العربي من ناحية الشرق؟ هنقول هنا، شايفين في المنطقة دي عندنا هنا جبال اسمها جبال زاجروس، اسمها ايه؟ جبال زاجروس. وعندنا ايه كمان؟ عندنا هنا اهو خليج اسمه الخليج العربي، وهنا خليج تاني اسمه خليج عمان. يبقى 3 حاجات من ناحية الشرق اللي هما ايه؟ جبال اسمها جبال زاجروس، وهنا الخليج اسمه خليج العربي، وهنا خليج تاني اسمه خليج عمان. برافو عليك. طب من ناحية الغرب، من ناحية الغرب ما فيش الا ايه؟ حاجة واحدة بس. لو هنيجي نبص هنا هنلاقي المحيط الأطلنطي هو اللي بيفصل الوطن العربي من ناحية الغرب. يبقى حدود الوطن العربي نقولها تاني: من الشمال البحر المتوسط وجبال طوروس، من الجنوب الصحراء الكبرى والمحيط الهندي والبحر العربي، من الشرق عندنا جبال هنا اسمها جبال زاجروس والخليج العربي وخليج عمان، ومن الغرب المحيط الأطلنطي. طيب هيجي لنا سؤال مهم جدا جدا جدا، ويقول لنا ما هي الأهمية الاقتصادية للوطن العربي؟ الأهمية الاقتصادية يا ميس يعني ايه اقتصاد؟ ما نش فاهم كلمة اقتصاد. الاقتصاد يعني الموقع الوطن العربي ده بيدخل فلوس، الموقع بتاعه بيدخل فلوس للوطن العربي ولا لا؟ مهم للوطن العربي ولا لا؟ يبقى فهمنا الأهمية الاقتصادية يعني ممكن بيدخل فلوس ولا لا، بيدخل دخل للدولة ولا لا. الوطن العربي، موقع الوطن العربي مهم جدا من الناحية الاقتصادية. طب ازاي؟ حاجتين مهمين. يبقى نبص كده، الوطن العربي بيطل على 3 بحار. مين شاطر يقول لي؟ اول بحر عندنا البحر المتوسط، يبقى كده اول حاجة البحر المتوسط، تاني حاجة البحر الاحمر. برافو عليكم. يبقى البحر الاحمر والبحر المتوسط. طب مين تاني يقول البحر العربي؟ لا غلط، الخليج العربي. الخليج العربي انت يا مستر مش بتقولي بيطل على 3 بحار مهمين؟ البحر المتوسط والبحر الاحمر. طب ما هو في عندنا بحر اسمه البحر العربي، ما ينفعش نقول البحر العربي، لان البحر العربي مش مهم زي الخليج العربي. الخليج العربي ذات اهميه كبيره للوطن العربي. يبقى هنقول الوطن العربي يطل على 3 بحار، اللي هي بحر متوسط، بحر احمر، خليج عربي. برافو عليكم، فهمت الحته دي، ما ينفعش نقول بحر عربي. طب وايه كمان؟ طب نجيب خريطه تانية. نبص كده على الخريطه دي، البحر اللي عندنا الوطن العربي بيطل على 4 ممرات مهمه جدا. ممر يعني ايه ممر؟ احنا اول مره نعرف ده. الممر ده مكان بيوصل بين بحر لمحيط، او بحر لبحر، او خليج لخليج. مكان ضيق صغير خالص. ما تيجي نشوف ان البحر الوطن العربي بيمر فيه 4 ممرات، او هنقول 4 مضايق. هنيجي نبص كده، عندنا اول مضيق هنا عندنا اسمه مضيق جبل طارق. اسمه ايه؟ مضيق جبل طارق في المنطقة هنا. لو جينا نبص يا أولاد هنلاقي مضيق جبل طارق مكان صغير خالص. مش ده البحر المتوسط؟ البحر المتوسط آخره كده، المضيق اللي انتوا شايفينه الفتحة الصغيرة دي. فالبحر المتوسط آخره هينصب فين؟ في المحيط الأطلنطي. يبقى المضيق ده بيوصل البحر المتوسط بالمحيط الأطلنطي. برافو عليك. يبقى أول ممر أو مضيق مهم للوطن العربي اسمه مضيق جبل طارق. اسمه إيه؟ مضيق جبل طارق. هنا عندنا دولة المغرب، يبقى معنى كده إن المغرب هي اللي بتشرف على مضيق جبل طارق.
فوق هنا عندنا دولة اسمها دولة أسبانيا. دولة أسبانيا بتشرف هي والمغرب على مضيق جبل إيه؟ طارق. طب ما تيجي نبص للمضيق التاني، عندنا هنا مضيق باب المندب. مضيق إيه؟ باب المندب. المضيق ده بيوصل البحر الأحمر بخليج عدن. بيوصل البحر الأحمر بإيه؟ بخليج عدن. طيب عندنا مضيق كمان واحد أهو هنا، بيوصل الخليج العربي بخليج عمان، واسمه مضيق هرمز. اسمه ايه يا ولاد؟ مضيق هرمز. اخر حاجة وانتوا عارفينها اللي هي قناة السويس اللي بتوصل البحر الاحمر بالبحر المتوسط. هنعيد تاني، هنقول ان الوطن العربي يمر في 4 ممرات مهمة. اول حاجة مضيق جبل طارق، تاني حاجة مضيق باب المندب، ثالث حاجة مضيق هرمز، آخر حاجة قناة السويس. يبقى هنقول لو جه سؤال تاني ويقول لك ما هي الأهمية الاقتصادية للوطن العربي، هنقول إنه يشرف على 3 بحار مهمة: البحر المتوسط، البحر الأحمر، الخليج العربي. وإيه كمان؟ هنقول إن هو يمر في 4 ممرات مهمة، اللي هي إيه؟ مضيق جبل طارق، مضيق باب المندب، مضيق هرمز، قناة السويس. طيب دي كانت الأهمية الاقتصادية للوطن العربي. نروح بقى للأهمية الدينية للوطن العربي. هو الوطن العربي دي أهمية دينية؟ آه طبعا دي أهمية دينية. ليه؟ إيه اللي حصل عشان يبقى الوطن العربي ليه أهمية دينية؟ أنت عندك الديانات السماوية الثلاثة اللي هي الإسلامية والمسيحية واليهودية، كان الأنبياء جايين من الوطن العربي مش جايين من دول أوروبا، يبقى أو من أمريكا. يبقى هنقول الوطن العربي مهم في الدين من ناحية إيه؟ إن نزل فيه الـ3 ديانات السماوية الثلاثة. طيب هنقول إيه كمان؟ في إيه في الوطن العربي غير إن هو نزل فيه الـ3 ديانات السماوية؟ هنقول ان في الوطن العربي اماكن دينيه مهمه جدا. زي ايه؟ مين شاطر يقول؟ عندنا هنا في السعوديه حاجه مهمه جدا اللي هي ايه؟ برافو عليك، الكعبه. مش ده مكان ديني للمسلمين؟ اه يبقى هنقول الوطن العربي في الكعبه في مكه المكرمه. وعندنا ايه كمان؟ عندنا هنا في فلسطين كنيسه اسمها كنيسه القيامه في فلسطين، دي مهمة بالنسبة لإخواننا المسيحيين. طيب وإيه كمان؟ عندنا في مصر هنا الأزهر الشريف موجود في مصر. يبقى ما هي الأهمية الدينية للوطن العربي؟ هنقول موطن للديانات السماوية الثلاثة: الدينية، الإسلامية، والمسيحية واليهودية. تاني حاجة هنقول إن أمثلة للأماكن المهمة الدينية في الوطن العربي الكعبة المكرمة في السعودية، وكنيسة القيامة في فلسطين، والأزهر الشريف في مصر. طيب هنروح بقى لآخر حاجة عندنا في الدرس، الأهمية الحضارية للوطن العربي. والوطن العربي ليه أهمية حضارية؟ آه، قامت على أرضه الحضارات قديمة، حضارات قديمة ومهمة. طب إيه هي أهم الحضارات اللي قامت في الوطن العربي؟ إحنا قاعدين في دولة إيه؟ مصر. ومصر بنقول عليها ايه؟ الحضارة المصرية القديمة. يبقى أول حاجة هنقول قامت على أرضه الحضارات القديمة زي ايه؟ الحضارة المصرية القديمة. وحضارة تانية مهمة جدا اسمها حضارة العراق القديمة. حضارة ايه؟ العراق القديمة. يبقى السؤال هيجي ما هي الأهمية الحضارية والثقافية للوطن العربي؟ فهنيجي نقول إن قامت على أرضه الحضارات زي الحضارة المصرية القديمة وحضارة العراق القديمة. برافو عليكم، كان الدرس أتمنى إن الدرس يكون سهل عليكم، وإلى اللقاء إن شاء الله في الحصة القادمة.